déconstruction des systèmes de représentation et de savoir que ce que nous croyons comme étant la vérité, ben, la vérité a aussi une histoire et qu'il faut connaître cette vérité-là. Donc moi, mon travail, il est beaucoup plus dans une... إذن اليوم فإطار هذه النواة ديال التمثال كنظن بأنه الموضوع جد مهم، هو ضرورة أو لا أهمية ديال الفن والثقافة فيما يخص يعني علاقته بالمجتمع أو بالإنسان. كنظن بأنه الثقافة في كل الدول، دول العالم المتقدمة المتحضرة، هو أنها كتهتم بالإنسان، جانب الإنسان بعلاقته بحضارته، علاقته بثقافته يعني وبالفن. الفنون في جميع يعني الأشكال ديالها والألوان ديالها كتجعل من مجموعة ديال المجتمعات بالخصوص اللي كنشوفوا الان المجتمعات المتقدمه في العالم هي مجتمعات كتميزي كما كنقولوا، او اللي كتعطي واحد الاهميه كبرى للثقافه والفنون والناس اللي كيشتغلوا في هذه القطاعات. اليوم كنظن بانه التحدي الاكبر هو التحدي اللي خصنا نديروه على الانسان او على التنميه البشريه، والتنميه البشريه كتجي اولا من ما يسمى بليدوكاسيون، وهذه الادوكاسيون عندها علاقه وطيده ومباشره بما يسمى بالفنون والثقافه. اذا يجب التفكير في واحد السياسه ثقافيه مهمه او استراتيجيه معينه من اجل النهوض بهذا القطاع والاهتمام بالناس اللي كيشتغلوا في جميع يعني لي ديسيبلين ديال الثقافه والفن. انا استاذ وفاعل تربوي بمدينه مراكش، مدينه الدار البيضاء، منذ 25 سنه. ومنذ 25 سنه تنعيش هاد الاشكاليه ديال الدور ديال الفن والثقافه في التربيه والتكوين. وتنظن بانه انا بتجربه شخصيا الدور ديالهم كاين، كاين زعما بالتطبيق شفنا مسائل اللي هي راه لا يعقل انه المدرسه المغربيه يكون الهدف ديالها هو تلقين المعلومات وتلقين العلوم بدون ترقية النفوس وبدون ترقية لي زيسبري لام اكسيتيرا. راه حنا تنكونوا المدرسة الدور ديالها الأول هي تتكون للحياة وتتكون للمجتمع وتتكون باش يكون عندي مواطن صالح لمشروع مجتمع. يمكن لأن فيه مشكل كبير دابا في المغرب أنه المشروع ديال المجتمع ما واضحش، كيش تيهضر عليه، ما عرفناه واش تقليدي واش عرفناه حداتي ولا عرفناه في الوسط. هذا اللي تيجعل انه الاليات اللي غنستعملوا في الثقافه وفي الفن اليات اللي بعد خطرات تتناقض. ولكن الراي ديالي الخاص انه المدرسه عندها بعد الدور الاول تتكون للحياه وتتكون للمجتمع، ومن بعد تقدر تكون المهن. ومن الاحسن نكونوا كي قلت قبيله طبيب، مهندس، مسير، فارماسيان، اي حاجه، نجار، كما كان النوع ديالو، نكونوه بواحد الحس ثقافي فني، لانه هو اللي غادي يخليه يكون رطب، يكون حنين، يكون تحن في الناس، يكون تيبغي بلاده، يكون تيبغي الاخر بدون مقابل. وهذا هو اللي يمكن الصعوبات اللي عندنا في المجتمع ديالنا، انه مدرسه ولا تتخرج ناس قاصحين، ناس بالعكس بالعكس الناس اللي تتخرج من المدرسه هما اللي تلقى معاهم دابا مشكل، لانه علمناه انه خصو يكون الاول، والاول راه هو اللي تيجيب النقطه مزيان في الماء، مزيان داكشي كله. حنا ديال تنحتاجوا العلوم، ولكن العلوم بدون ثقافه وفن تقدر تشكل خطر على المجتمع، وهذا اللي عشناه في المجتمع المغربي. ونتمناو على ربي انه الناس اللي تيسهروا على تحسين جوده المدرسه المغربيه انهم يجلسوا لهذا الشيء مزيان، وجلسوا ليه مع ناس اللي تيفهموا في هذا الشيء باش يشوفوا كيفاش يدخلوا هذا الشيء، يرجعوه ماشي يدخلوا حيت كان قبل، يرجعوا الفن والثقافه للمدرسه، ولكن بطريقه اللي تتساير 2018 ولا السنوات اللي جايه، اللي تتساير العقليه ديال هذا الجيل، اللي تتساير العقليه ديال هذ الوالدين ديال هذا الوقت، اللي تتساير العقليه ديال هذا المجتمع ديال هذا الوقت. ماشي نكرروا نقلوا داكشي اللي كنا درنا قبل اللي تيديروا قبل، عندنا الطرق باش نقدروا ندخلوا ليه، وتنظن بانه كاين الخير ان شاء الله، ونتمنى التوفيق. À un moment, tout le monde peut se reconnaître. Tout le monde peut se reconnaître dans cet amour qu'il y a entre, je dirais, et aujourd'hui, moi, j'utilise la fiction à partir du moment où j'ai fait un travail, je dirais, universitaire pour dire est-ce qu'il ne faut pas trouver d'autres langages pour re-questionner la chose, me semble-t-il, autrement. Et que le théâtre, aujourd'hui, puisque je suis déjà à la troisième pièce de théâtre, et donc j'essaye d'écrire à partir de, je dirais, de ce que je vois. Pour moi, ça fait partie du travail de la transmission.
Bonjour, je vous invite tous ce soir à la découverte de l'être Anour en Amazigh et je suis vraiment très fier que l'être Anour soit accueilli dans cette langue particulièrement et à ce soir, à bientôt. Merci.